السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم طلابنا الأعزاء؟ إن شاء الله تكونون بخير وصحة وسلامة. رجعنا وياكم اليوم ودرس جديد من دروس قواعد اللغة العربية للصف السادس الابتدائي. وياكم اليوم الست هديل جواد، معلمة اللغة العربية في مركز تنمية الإبداع الدولي في العراق. أعزائي التلاميذ، درسنا لهذا اليوم راح يكون بعنوان نائب الفاعل. تعرفنا في الدروس السابقة على موضوع الفاعل، وقلنا بأن الفاعل هو اسم مرفوع يتقدمه فعل يدل على من قام بالفعل. وكذلك تعرفنا على معنى كلمة المفعول به، وقلنا بأنه هو اسم منصوب يقع عليه فعل الفاعل. أما اليوم سوف نقوم بشرح موضوع نائب الفاعل، ونتعرف على تعريف كلمة نائب الفاعل وما هو نائب الفاعل. إذن أعزائي التلاميذ، نفتح كتاب القواعد على صفحة 44 ونقرأ النص التالي: في رمضان تضاء المآذن بالمصابيح، ويقرأ القرآن في المساجد، وتقدم المساعدات للمحتاجين، وتعطى المنح والهدايا للأطفال، ثم يأتي العيد فيفرح الصائمون، لقد غفرت الذنوب وقبل الدعاء، وكرم المؤمنون ورضي الله عنهم فكانوا من الفائزين. إذن أعزائي التلاميذ، لو تأملتم الجمل التي وردت في النص، فنأتي إلى الجملة الأولى: تضاء المآذن. أعزائي التلاميذ، أصل هذه الجملة هي يضيء المؤمنون المآذن. إذن المؤمنون هو الفاعل، والفعل تضاء هو الفعل المضارع الذي يقوم المؤمنون بالإضاءة الآن أو في المستقبل. إذن لو قمنا بحذف الفاعل سوف يحل نائب الفاعل محل الفاعل، يحل محله. إذن المآذن أصلها مفعول به في جملة يضيء المؤمنون المآذن، ولكن عندما حذفنا الفاعل أصبحت المآذن هي نائب الفاعل، حلت محل الفاعل. إذن هي اسم واسم مرفوع عليه الضمة، إذن هي نائب فاعل. نتحول إلى الجملة بعدها: يقرأ القرآن في المساجد، أصلها يقرأ الناس القرآن. إذن حذفنا الفاعل وهو الناس، فأصبح يقرأ القرآن. إذن حل محل الفاعل نائب الفاعل وهو الاسم المرفوع. وكذلك أعزائي التلاميذ، في جملة تقدم المساعدات للمحتاجين، أصلها يقدم المحسنون المساعدات للمحتاجين. حذفنا الفاعل وهو المحسنون، وقمنا بوضع كلمة المساعدات هنا، فأصبحت نائب فاعل مرفوع بالضمة. إذن أعزائي الطلاب، وصلنا إلى جملة لقد غفرت الذنوب. إذن هنا أصلها لقد غفر الله الذنوب. إذن أعزائي التلاميذ، لقد قمنا بحذف الفاعل وهو لفظ الجلالة الله، وأصبحت الجملة لقد غفرت الذنوب. إذن هنا الفعل ماضي، والتاء هي تاء التأنيث الساكنة، والذنوب حلت محل الفاعل فأصبحت نائب فاعل مرفوع. إذن هي الاسم المرفوع الذي نطلق عليه نائب الفاعل. نعم أعزائي التلاميذ، نكمل وإياكم جملة وقبل الدعاء، أصلها قبل الله الدعاء. إذن حذفنا أيضا الفاعل وحل محل الفاعل كلمة الدعاء، فأصبحت هي نائب الفاعل. كرم المؤمنون، إذن أصلها كرم الله المؤمنين. تشاهدون هنا المؤمنين أعزائي التلاميذ مفعول به منصوب علامة نصبه الياء، لأنه جمع مذكر سالم. عندما حذفنا
الله الفاعل، فأصبحت المؤمنون هي نائب الفاعل. وكما تعرفون أعزائي التلاميذ، نائب الفاعل مرفوع، إذن علامة الرفع لجمع المذكر السالم هي الواو. إذن تغيرت من الياء إلى الواو لأن هنا نائب الفاعل مرفوع يا أعزائي التلاميذ. نعم أعزائي التلاميذ، نكمل وإياكم شرح موضوع نائب الفاعل. كما تشاهدون هنا أعزائي التلاميذ تعريف نائب الفاعل، وهو اسم مرفوع تقدمه فعل مبني للمجهول حل محل الفاعل بعد حذفه، أي بأن نائب الفاعل يأتي محل الفاعل وأصله في الجملة هو مفعولا به وأصبح نائبا فاعل. نعم، ويشترط في جملة نائب الفاعل أن يكون الفعل مبني للمجهول، حيث أن تقسم الجملة إلى نوعين، وهي الجملة التي فيها فعل معلوم ويكون الفاعل موجود، مثال على ذلك كتب الطالب الدرس، الطالب هو الفاعل والدرس هو المفعول به. وعندما أريد أن أحول هذه الجملة المعلومة إلى جملة مجهولة تصبح كتب الدرس، كتب الدرس، حيث إن الجملة التي فيها فعل مبني للمجهول يكون فيها نائب فاعل، نائب فاعل، حيث إن الدرس هو نائب الفاعل، كتب الدرس، الدرس هو نائب فاعل الذي سبقه فعل مبني للمجهول والذي حل محل الفاعل، والفعل المبني للمجهول هو الفعل الماضي كتب، كتب. نعم أعزائي التلاميذ، سوف نأخذ ملاحظة جدا مهمة، وهي إذا حل نائب الفاعل محل الفاعل تغيرت صورة الفعل، حيث أن الفعل الماضي يكون ضم الحرف الأول من الفعل وكسر الحرف ما قبل الآخر من الفعل. مثال على ذلك جملة كسر الزجاج، هنا الفعل المبني للمجهول هو كسر، لا نعرف من الذي كسر الزجاج، إذن كسر الزجاج، وهنا في هذه الجملة الفعل مبني للمجهول ونائب الفاعل هو الزجاج، الزجاج، إذن نائب الفاعل هنا مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. 2- الفعل المضارع، هو ضم أول الحرف من الفعل وفتح ما قبل الآخر، أي فتح ما قبل حرف آخر حرف من الفعل، آخر حرف من الفعل، مثل تضاعف الحسنة، تضاعف الحسنة. تشاهدون الضم على التاء والفتح على العين، وهنا أقول فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره، والحسنة هي نائب الفاعل. نتحول إلى علامات إعراب نائب الفاعل. أولاً الضمة إذا كان مفرداً أو جمع مؤنث سالم، مثال يكرم التلميذ المجد، يكرم التلميذ المجد، إذن هذا هنا مفرد. وكرمت المعلمات جمع مؤنث سالم، جمع مؤنث سالم، إذن إعراب المعلمات نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه جمع مؤنث سالم. العلامة الثانية وهي الواو، إذا كان نائب الفاعل جمع مذكر سالم، ومثال على ذلك كرم المتفوقون، كرم فعل ماضي مبني للمجهول، المتفوقون نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. 3- الألف، إذا كان مثنى، مثل يكرم الضيفان، يكرم الضيفان، إذن يكرم فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره الضيفان،
نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى، وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. إذن أعزائي التلاميذ، في نهاية الدرس نعيد تعريف نائب الفاعل ونقول: هو اسم مرفوع يتقدمه فعل مبني للمجهول، ولقد حل محل الفاعل وأصبح نائب فاعل. إلى هنا نأتي إلى نهاية درسنا لهذا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.